النهارده كمان ايضا سيد رئيس الوزراء افتتح معرض اهلا رمضان، وهنا زي ما بقول لكم المتابعه، اهلا رمضان مهم لكل الاسر المصريه، وذلك طبعا يعني اهلا رمضان وهو المعرض الرئيسي بالقاهره اللي هيستمر خلال الفتره من 24 مارس حتى 31 مارس الجاري، والمعرض مهم قوي موجود مكانه فين؟ في مركز القاهره الدولي للمؤتمرات بمدينه نصر، زي ما انتم شايفين معايا على الشاشه المعرض فيه كل المنتجات اللي انتم تحتاجوها، خصوصا احنا يعني على ابواب شهر رمضان الكريم، فهتلاقوا كل اللي الاسره ممكن تحتاجه طول الوقت، من ادوات، من ماكولات، من مستلزمات رمضان، من كافه الاشياء. واعتقد انه وجود يعني دوله رئيس الوزراء في هذا المعرض هو بيتاكد تماما من وجود كل المستلزمات، وجود السلع، الاسعار، وكل الاشياء اللي بتهم المصريين، وشايفينه بيتفقد بعض السلع اللي بتهم المصريين. خلينا نروح ايضا ونطمن اكتر ونعرف مزيد من التفاصيل مع الاستاذ عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجاره الداخليه بوزاره التموين. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على مشاهدينك الكرام، كل سنه وانتم طيبين والشعب المصري بخير وامن واستقرار ان شاء الله. وحضرتك بالف خير. يا ريت حضرتك برضو تكلمنا، يعني تقول لنا على اهلا رمضان، ويعني تقول لنا ايه المستلزمات اللي موجوده بالفعل في هذا المعرض. زي ما حضرتك اشرتي، تم افتتاح اليوم معرض اهلا رمضان، وده المعرض الرئيسي للدوله بارض قاعه المؤتمرات بمدينه نصر. والمعرض زي ما اشرت برضه من يوم 24 حتى 31 مارس، وده تخفيف الاعباء على المواطن المصري. والمعرض فيه 167 شركه عارضه، والمعرض فيه تخفيضات من 20 ل 25 وبعض السلع 30%. المعرض فيه جميع السلع المتنوعه، انا اقول برضه فيه ما نقول ملابس، فيه قطنيه، في بعض السلع يعني خاصه بال يعني متنوع، عشان ما نعملش دعايه لحد، يبقى المعرض متنوع في جميع السلع، وخاصة السلع الرمضانية، السلع الاستراتيجية، السمنة والزيوت والدقيق والرز والسكر والمكرونة وكل واللي مش رمضان، والبلح واللحوم. النهارده يعني كميات كبيرة جدا من اللحوم بأسعار يعني بصراحة. ايوه انا كنت هسأل يعني حضرتك استاذ عبد المنعم عن الأسعار. اتفضلي. يعني انا كنت هقف عند الاسعار، لانه انا متاكده كتير من الساده المواطنين يحبوا يطمنوا الاسعار اخبارها ايه. الاسعار في متناول الجميع، في جميع الاذواق موجوده. في السكر بيبدا من 9.5 جنيه سكر، الرز من 8 جنيه، اللحوم 95 جنيه وفي لحوم ب 60 جنيه، وفي اللحوم ب 95 ده سوداني الطازه في الشركه المصريه للحوم ومجمعاتنا. وفي عندنا اللحوم القوات المسلحه عرض اللحوم من 125 جنيه، لحوم بلديه الى 125 جنيه و 130 جنيه. بنتكلم في زيت في 24 جنيه للتر، بنتكلم في زيت في 18 جنيه، بنتكلم في كيس مكرونه ب 4 جنيه، اسعار بصراحه يعني فيها تخفيضات عاليه جدا. الدواجن اخبارها ايه؟ رجع ان الدوله تدخلت ورجعت الاسعار، موضوع بسبب يعني ما حصل من حرب روسيا واوكرانيا، كان في بعض الناس استغلوا ورفعت الاسعار بدون مبرر. يعني تدخلت الدولة بشكل واضح جدا، ونجحت الدولة في من آليات الرقابة بالرجوع الأسعار إلى ما كانت قبل حرب روسيا وأوكرانيا. وبعد ذلك عملنا تخفيضات من 20 ل 25%، ويمكن التخفيضات دي شغالين عليها على قدم وساق وزارة التموين بقالنا 3 شهور بتنسيق مع العارضين من المنتجين واصحاب المصانع والمستوردين للنزول بهذه التخفيضات. لهذه التخفيضات تصل الى السلاسل ومنافذ العرض لتصل الى المواطن على ارض الواقع. ويمكن دول المعرض تحت دوله رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير التموين والتجاره الداخليه، معالي وزير التجاره والصناعه واتحاد الغرف التجاريه، ومعالي محافظ القاهره. انا عاوز اقول يعني بتزامنا مع هذا ورفع الاعباء، يمكن اصدر توجيهات دوله رئيس مجلس الوزراء بفتح المعارض الاخرى في جميع المحافظات من يوم 15 للحد من الاعباء على المواطن. طيب انا عندي سؤال هنا بس استاذ عبد المنعم برضو مهم، يعني المعارض يعني النهارده المعرض ده موجود في القاهره في المركز الدولي للمؤتمرات، ده موجود لحد اخر مارس مظبوط؟ ده لحد اخر مارس تمام، لحد اخر مارس، يعني قبل دخول الشهر الكريم. اما ناخد بقى نعمل انفراد من عند حضرتك بقى، وكانت توجيهات النهارده النهارده في 8000 منفذ على مستوى الجمهوريه من عرض اهل رمضان من خلال الشركه القابضه للصناعات الغذائيه وزاره التموين، متمثله في 1300 مجمع و1000 فرع جمعيتي، والدفع بالشوادر 167 شهاده على مستوى الجمهوريه، بجانب ان احنا دفعنا ب
300 عربيه تحمل السيارات ما طن ونص وثلاثة ونص او 5 طن من السلع الاستراتيجيه بتخفيضات للمناطق اكثر احتياجا او الاكثر سكانا. وعندنا وزاره الدفاع ليست بعيدا عننا، كلنا شركاء في هذا الوطن، وزاره الدفاع وزاره الزراعه أكيد. وزاره الداخليه كلها بسياراتهم بمنافذهم أكيد. بنتكلم في 8000 منفذ على مستوى الجمهوريه، وده رقم تمام غير مظبوط. طيب هل في فرصه ان هو يمتد للاسبوع الاول من رمضان يعني علشان الوقت كمان يبقى متاح؟ لا، انا بقول لحضرتك الانفراد، والحاجه الجميله لحضرتك الانفراد بقى ان كان امبارح في افتتاح معرض في الجيزه، وكان معاه وزير التنميه المحليه ومعاه وزير التموين، اتفقوا على استمرار الشوادر والمعارض طوال تمام. شهر رمضان وبعد تمام. شهر رمضان، الا النهارده فاجئنا دوله رئيس مجلس الوزراء بمد لهذه المعارض والشوادر يمكن تمتد طول العام، حتى اشفاد ان هو ممكن حرب اوكرانيا وروسيا لا نعرف مداها تنتهي امتى ولا تمام يعني اذا خلينا ناكد على الخبر ده. استاذنك استاذ عبد المنعم، ناكد على الخبر ده لكل المواطنين بان معارض اهلا رمضان سواء في القاهره في المركز الرئيسي لقاعه المؤتمرات بمدينه نصر، او في المنافذ الموجوده في محافظات جمهوريه مصر العربيه، هذه المنافذ او هذه المعارض مفتوحه طوال العام، مظبوط الكلام ده؟ يعني دي كان توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بامتداد الشوادر والمعارض في المحافظات الى نهايه تمام. العام، ده شيء جميل، وهي هتكون يعني مفتوحه بكل هذه الاسعار وكل هذه التخفيضات. واكد برضو ان هو تم التعاقد مع 100,000 طن من الزيوت برضه لتامين المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجيه ليصل 6.5 شهر، وعندنا المخزون الاستراتيجي من الفول 8.5، والسلع عندنا اكتفاء ذاتي من الرز والسكر. أكيد. يعني أكيد. السلع كلها غذائيه كله خير كله وشتر. خير باذن الله. انا بشكرك جدا استاذ عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجاره الداخليه بوزاره التموين. الحقيقه كده ناكد مره ثانيه بانه هذه المعارض مش فقط لحد اخر مارس، ولكنها مفتوحه طبقا للكلام اللي حضراتكم سمعتوه، وهيبقى في فرصه انه هذه المعارض المفتوحه وفيها كل المستلزمات ومنافذ على مستوى محافظات جمهوريه مصر العربيه تتيح للمواطن بانه اذا شايف انه في حد بيرفع الاسعار او بيغالي فيها، هو عنده هذه المعارض بهذه المستلزمات اللي هو عايزها كلها، وكلها بجوده عاليه ومراقبه رقابه كبيره من وزاره التموين او الداخليه او الدوله بشكل عام. حتى السيد الرئيس الحقيقه قال للمواطنين في يوم المرأة اللي عايز يشتري كل حاجة متوفرة خدوا اللي انتوا عايزينه، بس هي الفكرة هي مش فكرة ان انا يبقى عندي بس حاجات اجيبه خلاص وبعدين اشيل عبء الميزانية عليا وبعدين الاقي اقول ان انا الميزانية مش مكفية معايا لاخر الشهر. هي مسألة تدبير، وست البيت المصرية هي الحكيمة، هي سيدة الاقتصاد المنزلي في بيتها وفي اسرتها وكمان في بلدها. فاعتقد ان ست البيت المصرية هيكون عندها من الوعي انها تدير شهر رمضان بمنتهى الذكاء من غير ما يكون في يعني جهد كبير على ميزانية الأسرة.